السلام عليكم. مازال كنا متعود نفجيج ما كلشي مزيان. المهم وتي تسين ما قال اشكو بدا ما يخبر في اللون مشكل. المهم كان 4 شهور في اللون يهضرني 5 شهور. المهم كاين الجديد دابا من هنا لقدام ان شاء الله. صاو الدراري اليوم غنطلعوا لواحد الجبل سميتو فوزاغار. قليل اللي تيعرفوا الناس الطوال اللي تيعرفوا الدراري ولاد البلاد هما اللي تيعرفوا تما. المهم ما تنساوش لايك سبسكرايب كومونتير وبارطاجي مع عشرانك. المهم الخوت خليكم مع الفيديو. ما كاين حاجه جديد من هنا لقدام الدراري. المهم خليكم مع الطريق. دابا حنا غنطلعوا للجبل. راه بزز بالصوت هذا المقطع وحق الله الدراري تتلف لي الهضره. المهم ما كاين حاجه جديد من هنا لقدام ان شاء الله. المهم راه الجبل فين طالعين؟ طالعين فوق ماشي هنا ماشي باينش الدراري. المهم تنطلعوا نوري لكم صافي الجبل ان شاء الله الجبل. المهم ما كاين حاجه جديد من هنا لقدام ان شاء الله. المهم خليكم معنا مع الفيديو. المهم كيف ما كتشوفوا معايا الجبوله هنايا مورايا الجبوله من هنا الجبوله من هنا الجبوله هي الجبوله اللي كاينه هنا ما كاينش شي حاجه اخرى. المهم خليكم مع الفيديو. المهم الاخوان ما بقى لنا والو نوصلوا ديك القمه اللي قلت لكم قبيله. المهم احنا غاديين ناري يا ناري يا اما ما بقى والو الدراري نوصلوا هاد البلاصة هادي. شوفو معايا الجو كيداير هنايا راه هي الجبولة الدراري. الطواور هنايا راه ماشي بان ليكم. اليوم السبت اليوم السوق يعني السوق اليوم السبت فين السوق شفتو كاع الناس الدنيا كتخوار هنايا متيبانش بنادم كاع كلشي هابط للسوق كلشي هابط يجيب قر ما ياكل. المهم هادشي اللي كاين الدراري فايش. المهم خليكم مع الفيديو حتى ما وصل الفوق ونصور لكم دوك البلايص الاخرين اللي بقاو. هذا غيكون فيديو خفيف ظريف. المهم الدراري يلاه وصلت عييش والله شايف ها نشوف ما الجبل هادشي اللي فيه. ضربت شي تما راه وحق الله صافي غنلقى شي حاجه شي حاجه كاينه ولكن ما كاين والو. هاد الجبل وهي ديال بصح تاع الدراري ها نشوف الدراري هادشي اللي كاين هنايا فهاد الجبل هذا والو هاد الجبل هاد الحجر. المهم شتي كاين راه الدوار فين تيبان ليكم راه الدوار راه. المهم تيبان لي غنهبط شحال هادشي غندوز تلات اشياء ونشوفو شنو كاين هنا في النواحي الاخرين ونرجع. لا 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 خطري البشر خطري البصر. عندي الصوت هذا تنعرف نغني هنا ما خرج هادشي اللي كاين. شوف الدوار هادشي اللي كاين خويا هو الدوار هنا راه كاين الدوار هادشي باش نوري لكم. انا راه مصاتي مثالي انا عفوا بنادم اللي مثالي قبو هو هذا هو انا مثالي قبي ما عندي ما يده. الدوار وصلت ليه شتي مسيرو مع الصبيعة هو غير بان ليكم فووووت هاهو هذا هو الدوار. وين كاين شوف شحال ديال الطريق باقي كتسناني شوفو شحال ديال الطريق باقي كتسناني وعييت هنا. لا لا يلا غنطلعو على هاد القمة هادي نشوفو شنو فيها. هانشوف الدري الدوار من هنا كيتيبان وحق الله إلا زوين هاد البلاصة بالرب. واو هاد الطبيعة ان شاء الله تشوفوا معايا فلوق في ديك الطبيعة راهي في ديك الربيع وداك الشيء ديك الأراضي تما ان شاء الله تشوفوا فيه فيديو جديد ان شاء الله. وصور الاخوان وجيت ليه دابا فوق الخريف شهر واحد دابا ما كاين ربيع لا والو. شوف دابا الدنيا كي دايرة واو يا سلام وحق الله واو لا الطبيعة كي دايرة الراحة النفسية هنايا وحق الرب. كون شفنا شي بلاد جات ولا شي كامل انا عمرو شايف هاد البلاصة جيت شي واحد عمرو انا حتى شي مكسا اما يكون على الوالد. المهم هادشي اللي كاين هانتوما الجبولة وهادشي كامل وصافي هادشي اللي كاين الدراري وبيس ليكم كاملين. هاد اللقطة غنديرها دابا نشوف واش غادي زوينة غنريح هنايا وغنبدا نغني نشوف واش عندي الصوت ولا لا. انا اسمع الدراري ولا لا 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 كاين الصوت ولا لا؟ كاين شي حاجه زده والله لا انا ما انا
كذا يضيع وقت الله، ولكن عادي ماشي مشكلة الدراري. ولا لا بارك عليكم، انا كيسير الفيديو ديالنا الدراري، صاوا لايك لايك سبسكرايب بلا ما نبقى نعاود في الهضره. المهم راكم عارفين لايك ابوني تسنت ابوني، المهم عندي يا صاحبي ابوني ما تخسر والو راك عارف. و داك سميتو اش يقولوا ليه كومونتير، و داك سميتو داك بارطاجي، اي بارطاجي مع الدراري صحاب عشرانك وخوتك، المهم اللي كتعرفوا شي واحد تعرفوا في حياتك بارطاجي مع هذا الفيديو باش تطلع القناه ديالنا حتى حنا، وما كاين هالجديد الجديد الدراري. صاوب سلام عليكم، تهلاو.